علشان ما نخشش في ايه في معضله هل يوجد فراغ ولا لا. ده بحث فلسفي، هل يوجد فراغ في هذا الوجود ام لا؟ ما هو الفراغ؟ هو عدم محض، مش قضيتي. الالم دوت لو انا هعمله كجسم واحد، هو طبعا مش جسم واحد، هو ملايين الاجسام، ولا اعني الذره بل اعني ما هو اكثر من الذره. لو تصورنا ان احنا قادرين نوصل لما بعد النواه وما بعد، يعني هنا برضو فكره العاديه، ان القانون العادي كان مثلا يرى ان اصغر حاجه هي الذره. قدرنا نشطر الذره ونطلع النواه والالكترون والحاجات دي كلها، يبقى هنا قدرنا نوصل. فدايما العقليات اسبق من الواقع او الماده او المشاهد. فتعالى اتعامل بالالم ده تسهيلا على نفسنا. فالالم دوت شغل حيز من الفراغ، هو في الحقيقه ليه ثلاث امتدادات او ابعاد، يعني ليه ابعاد طول وايه عمق وعرض. فشغله للحيز من الفراغ دوت، يعني لو قدرت، عارفين شغل الكرتون كده لما مثلا جيري ولا مش عارف ايه يخش في الحيطه فيعمل لك سواد كده مكانها، فرضا جدلا، فكان الحاله ديت لو انا انتزعت الالم ده ولم اقدر ان هناك شيء سيحل محله، لان طبعا في الغالب الهواء هيحل محله وحاجات تانية بقى تمام. فلو انتزعت دوت ذهنا وقدرت ان انا ثبتت الحاله ديت ولم يدخل اي شيء اخر مادي او اي اجسام او اي حاجه ولو كانت متناهيه الصغر، فانا بسمي ان مكانه ده بنسميه حيز من الفراغ. هل بقى ده ممكن يحصل اصلا؟ هل يمكن تفريغ الشيء بالكليه؟ برضه ما هي دي فكره البحث في الايه؟ في الفراغ الموهوم. هل الاشياء المفرغه من الهواء والحاجات دي كلها هي فعلا مفرغه من الماده؟ مش قضيتي. سؤال بقى الناس بتعرف ايه؟ مش قضيتي. صح. اذا الجسم هو ما يشغل حيز من الفراغ، سواء بقى كان عملاق ولا سواء كان ايه؟ متناهي الصغر لا يدرك بالعين المجرده، مش قضيتي. بل في الحقيقه العملاق هو مكون من اجزاء كثيره جدا، ولكن كالعاده زي ما قلنا العقل بيميل الى جبل تمام، بيعتبر حاجه واحده عربيه وهي ملايين مليارات الاشياء. والاعراض هي ما يقوم بالايه بالاجسام، ما لا وجود له بذاته، له وجود ولكن لا وجود له بذاته. فبالتالي انا مدرك الحراره، مدرك طولك، مدرك لونك، ولكن هذه الاشياء لا تستقل عنك ولا تستقل عن موصوف، والموصوف هو ما. وانا لم اشاهد في الحياه وانتم لم تشاهدوا في الحياه الا الايه؟ الا الاجسام. عدم مشاهدتك للاجسام لا يدل على نفي ما عداه، عشان كده بنقول ان الموجود لا ينحصر في الجسمين. ومن هنا اتيت بعض فرق المسلمين انهم ظنوا انحصار الموجود في الجسمية فأثبتوا الإله جسما ولم يتصوروا الموجود إلا بهذه الإيه؟ القضية، إن هو ممتد في الفراغ. ليه؟ قانون العادة، إنك أنت لم تشاهد إلا هذا. فهنا ميزة العقل إيه؟ إنها تستطيع التسامي فوق العادة. أن وجود موجود لا في مكان أو لا في حيز، لأنك متعقل معنى الوجود ممكن عقلا وإن كان غير إيه؟ متصور. كان غير متصور. فالاجسام هي ما تشغل حيزا من الايه؟ الفراغ. تعالوا بقى نتكلم ايه الحيز ده؟ الحيز ده هو ما نعبر عنه بالمكان. فمعنى المكان عندنا هو الحيز الذي يشغله الجسم من الفراغ. الحيز الذي يشغله الجسم من الايه؟ من الفراغ. فالمكان لا يظهر الا بميلاد الاجسام. وقبل ميلاد الاجسام لا مكان. لأن المكان هو أصلا في هذا التعريف وفي هذا التصور هو إيه؟ ما يشغله الحيز، ما يشغله الجسم من الفراغ. هل له وجود حقيقي؟ الإجابة لا، ولكن له وجود اعتباري. يعني اعتباري أنه بمجرد وجود الجسم بينشأ تلقائيا الإيه؟ المكان. والمكان يختلف عن الجهة. فالجهة هي نسبة بين مكانين، نسبة متحيز إلى متحيز. بحط الألم ده قدام الألم ده فبقول إن هما قدامه، لولا إن الألم ده متحيز والألم ده متحيز ما كنتش هوجد إيه؟ النسبة بينهم. طيب هقول بقى قدامه وورا وخلف بناء على إيه؟ زي ما شرحنا المرة اللي فاتت، بناء على راسة التجربة. راسة الإيه؟ التجربة. فأنا لو وقفت هنا هقول الإيه؟ الألم البرتقالي قدام الألم الأزرق.
ولو وقفت هنا هقول ايه؟ الالم الازرق قدام الالم البرتقالي، وانا هنا هقول انهم متوازيين وهكذا. ليه؟ لان انا المعتبر والجهات اللي هي ورا وقدام وخلف فرع من هيئتي، ان انا عينيا في راسي، فبعتبر راسي هي قدامي الى اخر هذه التقسيمه اللي شرحناها المره اللي فاتت. فبالتالي يبقى نفرق ما بين الجهه وما بين المكان. والجهه لا تنشا الا عند وجود مكان، بل مش مكان واحد، مكانين على الاقل عشان تنشا ايه؟ جهه. والمكان لا ينشا الا من وجود جسم. فاذا انتفت الجسميه انتفت المكانيه وانتفت الجهه. واضح؟ وظيفتنا هنا تعقل ما نقول، محدش يقعد يقول لي كلمات مبهمه بعد شويه. فنبدا نشغل بقى كل مبادئنا ديت مع الوقت دلوقتي. ركزوا كده وصلوا على النبي. فبننظر في هذا الوجود اللي هو الايه؟ العالم، اللي هو الايه؟ المشاهد، ما نشاهده. فنجد اجسام لا تخلو من اعراض. فنقول هذا العالم الذي هو اجسام واعراض، المشاهد ماليش دعوه، اللي عايز يثبت لي حاجه وراه هو اللي يثبت وانا بثبت. انا اول مثبت اقول حاجه وراء هذا الايه؟ العالم المشاهد. فبقول هذا العالم حادث. هذا العالم حادث. واقصد بالعالم هو ما نشاهده من الاجسام والاعراض. طيب اذا قلت ان الاعراض لا تنفك عن الاجسام، يبقى اذا ثبت حدوث الاجسام تلقائيا الاعراض حادثه، واذا ثبت حدوث الاعراض يبقى الجسم حادث. ليه؟ لان ما لا ينفك عن الحادث فهو ايه؟ فهو حادث. ما ينفعش الالم دوت لونه مصنوع سنة 1900، لونه القائم بيه مش البويا يعني، وهو نفسه مصنوع سنة 1950 ولا العكس. تمام، اذا فهمت ان لونه حاجة فيه ولا اعني بيه البويا، لان انا ممكن اصنعه وادهنه يعني، ما نفكرش الطريقة. ما ينفعش طوله مصنوع في سنة 1900 وهو مصنوع سنة 1950. ليه؟ لان هو لا ينفك عن صفته. صفته بعض صفاته طبعا هنشوف ان هو ينفك. فبنقول هذا العالم حادث. ما معنى كلمة حادث؟ موجود بعد ايه؟ بعد عدم، يعني مسبوق بايه؟ بعدم. يعني يقع في انهي دائره؟ يعني يقع في دائره الامكان. معنى ان هو يقع في دائره الامكان ان هو لابد له من مرجح، ضروره الترجيح بلا مرجح. طيب قبل ما اكمل بقى في سلسله الاستبدال، هنقول ما دليل حدوثه؟ طبعا في ادله كثيره، بس اهمها ان هو انه متغير او انه ممكن، ان العالم متغير او العالم ايه؟ ممكن. فالتغير، خلونا نبدا بالممكن لانها سهله، التغير هترجع لها في الاخر. الامكان هنا هو ايه؟ أنه لا ينفك عن الممكن. ما معنى لا ينفك عن الممكن؟ إحنا قلنا إن الأجسام لا تخلو من المكان، والمكان من الممكنات. ما معنى الممكن هنا؟ أنا موجود في هذه في هذا المكان ألف، سموها المكان ألف، انتقلت إلى المكان ب. طيب انتقالي هذا بنسميه ايه؟ بنسميه حركة. ما هي الحركة؟ هي الانتقال من حيز إلى حيز، أو الانتقال من مكان إلى مكان. وما هو السكون؟ سلب الحركة، وهو البقاء في المكان الأول. سواء طبعا برضو افتكروا ان العقل تقريبي، فهو في الحقيقه انا هنا تحركت ملايين الحركات، ولكن برضو هنعتبرها ايه؟ حركه واحده تسليما على انفسها. طيب هل الجسم، اي جسم ولو ساكن، قابل للانتقال عن مكانه
أم لا؟ لو مش قابل يبقى لابد من وجوده في هذا المكان، يبقى هو واجب الوجود في هذا المكان. والممكنات متساوية في الأماكن متساوية في حقه، إن المكان ألف مساوي للمكان إيه؟ ب. فبالتالي أن الجسم لا يخلو من مكان، والمكان من الممكنات. دليل إمكانه هو قابليته للإيه؟ للحركة عنه، سواء تحرك بالفعل أو بقي ساكنا، سواء تحرك بالفعل أو بقي إيه؟ ساكنا. فلما كان المكان ممكن يبقى لابد له من إيه؟ من مرجح، وبقى هو نفسه ممكن، لأن ما لا يخلو عن الممكن فهو إيه؟ ممكن. فبقت القاعدة اللي بنقولها إن ما لا يخلو عن الممكن فهو ممكن، والأجسام لا تخلو عن المكان، والمكان ممكن، فالأجسام إيه؟ ممكنة، وكل ممكن حادث لأنه يفتقد إلى مرجح، لأنه لو لم يترجح يبقى هو واجب، يبقى هو الترجيح بلا مرجح. فبنقول إن ما في الوجود من أجسام وبالتالي من أعراض فهي إيه؟ فهي حادثة. الطريقة الثانية دي هنا لاحظت إمكانها، الطريقة الثانية ببدأ بالأعراض وارجع للأجسام هي هي، فبقول إن الأجسام لا تخلو من الأعراض والأعراض حادثة لأنها لا تخلو من الحركة والسكون برضه. طيب ما ممكن صخرة ساكنة منذ الأزل، يعني موجودة على القمر منذ لو قلنا إن القمر قديم يعني، في الحقيقة برضه هنلاحظ هنا قانون الإمكان، هل الحركة مستحيلة عقلا عليها؟ لا. إذن فبرضو الحركة والسكون سواء وجدت بالفعل أو وجدت بالقوة فهي إيه؟ فهي ممكنة. فبالتالي الأجسام لا تخلو من الأعراض التي هي حركة أو سكون، لأن ما ينفعش النقدين يرتفعوا، النقدين لا يرتفعين، والحركة نقيض للسكون صح؟ لأن ما معنى الحركة؟ الانتقال من مكان إلى مكان، وما معنى السكون؟ هو عدم الانتقال من مكان والبقاء في المكان الأول. فهل يتصور جسم يخلو من الحركة والسكون معا؟ لا، لأن ده رافع للإيه؟ للنقيضين. هل يتصور جسم ساكن متحرك معا؟ وما تقعدش بقى برضه تقول لي الجزيئ بيتحرك الظهر، احنا معدتي بتهضم وانا ثابت، لأن معدتك ده جسم وانت جسم. فكر بجسم متصور لا يتحرك في ذاته وساكن في نفس الايه؟ في نفس الوقت، يبقى النقدين لا يرتفعان. طيب الحركه او السكون كلاهما جائز ولا مستحيل ولا واجب؟ جائز، والجسم لا ينفك عن الحركه او السكون، وما لا ينفك عن الجائز فهو ايه؟ فهو جائز، وكل جائز حادث لانه لابد له من مرجح، ضروره عدم الترجيح بلا ايه؟ مرجح. لسه ما اثبتناش كده، ما حدش يفرح، احنا هنا كده ايه اثبتنا ان في لهذا الوجود والعالم المشاهد لابد له من مرجح. احنا هنا لسه ماشيين مع بتوع الفيزياء ومع بتوع نشاه الكون ونشاه البطيخ، لسه البحث هنا مشترك، ماشيين راس براس هنا. اذا فكلانا متفق على أن هذا العالم حادث. طبعا عايز بقى تستشهد بالعلم الحديث وأن كل الكون المشاهد ده كله له عمر والكلام ده كله، ريحونا، كانوا زمان مطلعين عنا والله. ليه؟ لأن العالم الفلسفة القديمة كانت بتفترض قدم العالم بشكل ما، طبعا مش ما فيش حد عمره أبدا قال، يمكن مذاهب ضعيفة جدا في الفلسفة هي اللي قالت أن العالم بصورته ديت قديم، لكن هم بيدعوا كده أن في حاجات معينة بينشأ عنها العالم، لكن في مادة أولية خام هي إيه؟ هي قديمة. برضو بعض الفيزياء بتزل حديثة بتزل مثل هذه الفلسفة بتنمشي. طيب من هو المحدث دوت، المرجح دوت، المرجح للوجود؟ هنا هنبدأ الافتراق، هنبدأ الايه؟ الافتراق، ان لابد من وجود مرجح لان وصلنا خلاص. يبقى رتبوا كده مبادئ، اولا هذا العالم حادث، ونقصد بهذا العالم
المشاهد من الأجسام والإيه؟ والأعراض. كل حادث لابد له من إيه؟ لابد له من محدث، ضرورة عدم الترجيح بلا مرجح. دليل حدوثه أنه لا يخلو من الممكن أو لا يخلو من الحوادث التي هي الحركة والسكون. ننتقل إلى الخطوة الثالثة وهي أن الحادث إما أن يكون هو المحدث عذرا، إما أن يكون هو الآخر محدث فيكون من جملة هذا العالم، فيلزم الدور أن العالم أحدث نفسه بنفسه وهو مستحيل، أو يكون حادثا لا من هذا العالم فيؤدي إلى التسلسل، لأن العالم ده في عالم آخر أحدثه والعالم الآخر اللي أحدثه في عالم ثالث أحدثه. ونقصد بالعالم مش لازم نفس الشكل، كائنات فضائية، الكائنات الفضائية أنشأتها كائنات لا فضائية، أي مش قضيتي، أيا كان الموهوم الآخر، فإما أن يكون موصوفا بنفس صفات هذا العالم من الحدوث والحركة والجسمية والمكانية أو لا. تمام. فضروري يبقى محدث هذا العالم ألا يكون إيه؟ حادثا، وإلا حيلزم من إيه؟ الدور أو التسلسل. فلا بد أن يكون قديما. ما معنى قديما؟ غير مسبوق بعدم. ومعنى القدم أنه هو واجب الإيه؟ الوجود، يعني لا يقبل العدم، لأن مفهوم القدم طالما نفيت عنه القدم السابق تلقائيا القديم بنسميه باقي أزلي، أزلي وباقي، لأنه لا طالما لم يقبل العدم السابق يبقى لا يقبل العدم الإيه؟ اللاحق، لأنه لو قبل العدم سواء قدام دلوقتي بكرة بقى ممكن. كل ما يقبل العدم فهو ايه ممكن بغض النظر عن الزمان، كون ان هو قابل للعدم. معنى ان هو غير قابل للعدم ان هو في ذاته واجب، والوجوب يستلزم القدم والبقاء. البقاء هو عدم طلوع الفناء، والقدم هو عدم حصول للايه العدم السابق. فتلقائيا لابد ان يستند هذا العالم الى موجد قديم واجب الوجود باقي الوجود. هذه أول حاجة. هل ده الإله؟ لسه، وإنما أثبتنا معنى، لسه الملامح ما وضحتش، ملامح المفهوم اللي بنتكلم عليه. سهلة؟ مين مش فاهم؟ تمام، مهم فاهمين بغض النظر عن صعوبته. يبقى هنا عايز بقى، انت راجل ديني وتعبت من الفلسفه، ام خلقوا من غير شيء ام هم الايه الخالقون؟ اهو محاضره هندرت كلها علشان نفهم نوصل للايه بتاعت ايه ام خلقوا من غير شيء، اللي هو ايه الترجيح بلا مرجح، ان ممكن طالما انت ممكن ومشاهد لامكانك فانت مفتقر الى ايه الى مرجح. ام هم الخالقون ابطال الايه الدور، هم مقصود بها ما انتم من يا من ينتمي الى جنس هذا الايه العالم، سواء كنت عاقلا ام غير عاقل، سواء اصنامكم سواء الهتكم سواء الشمس سواء الافلاك العليا ايا كان، كلها من هذا الايه العالم. ما ينفعش تبقى هي خالقه لهذا العالم لانها مخلوقه من جمله هذا الايه العالم. فافتكروا لما قلنا لكم ان العقيده هي ايه، شرع عقلي او عقل شرعي متنكر، كله حولها المدلل حول الآية. طيب، هل العلم الحديث يستطيع الاعتراض على هذا المبدأ؟ في الحقيقة ده مبدأ أصلا مش علمي تجريبي، ده عقلي. فدخول العلم في مساحة السببية هي بحث في العقليات، فأقصى ما يستطيع العلم هو البحث في الأسباب القادرة القابلة للرصد. أما إنكاره للأسباب بالكلية جنون وتجاوز للمساحة الفلسفية، الدخول في المساحة الفلسفية. وتعيين القدم أو ادعاء القدم على شيء مرصد أو على شيء مادي غير مقبول عقلا، لا بنسلمهاش. فكون أنك أنت تيجي تقول للثقب الأسود مثلا موجود منذ الأزل لا نسلمه، لأن الثقب الأسود بالنسبة لنا حادث لأنه متغير، ماشي، بغض النظر إيه تغيره يعني أو فهمنا ماهيته أصلا، لأنه بنعتبره من جملة هذا الإيه من جملة هذا العالم. أمال المغالطة بتيجي فين؟ دائما المغالطة بتيجي في الإبهام. حط لي كلمة مبهمة وارميها في وشي، يعني إيه؟ يعني مثلا أقول لي
ان احنا لسه ما اثبتناش. ايوه انا اثبت يعني، شكرا جزيلا، انا اثبت. لانك انت مهما انتظرتك لالاف السنين القادمه لن تزداد الا اثباتا لسلسله الاسباب. وانا اريد البحث وراء سلسله الاسباب الماديه، لان انا مؤمن ان كل اللي هتكتشفه، كل دائره بحثك ماديات، وكل الماديات عندي، ما وجد الان وما لم يوجد وما اكتشف وما لم يكتشف انا بحكم عليه بالايه؟ بالحدوث. ليه؟ لان المتماثلات لها نفس الاحكام. لاني ما حكمت على الجسم بحدوثه لاني رايته بيحدث، بل لاني تعقلت معنى الجسميه ومعنى المكانيه ومعنى الحدوث ومعنى الامكان، فاستدليت على ان كل الاجسام موصوفه بهذا الوصف رايتها او لم ارها. فانا مش لازم اروح اشوف كل حاجه وهي بتنشا لوحدها علشان اؤمن. فاهمين الفكره؟ دي وظيفه العقل، هي انها يوصلك الى معارف اوسع بكتير جدا من المعارف الايه؟ المحدودة اللي انت يعني منها ظاهرا من الحياة الايه؟ الدنيا. طيب يبقى وصلنا ان هذا كل حادث لابد له من محدث، وان هذا الحادث المحدث موصوف بالايه؟ قديم، واجب الايه؟ الوجود بقى. بس كده؟ لا، بل ندعي ان هذا العالم، هذا الموجد القديم، ما دوت سين دوت المبهم دوت اللي انا لسه ما شرحتش هو ايه بالظبط، لابد ان يكون موصوفا بالقدره والاراده. ما معنى القدره وما معنى الاراده؟ القدره صفه يتاتى بها ايجاد الممكن أو إعدامه على غير مذهب الإمام الغزالي. والإرادة هي صفة ترجح الممكن بأحد الأوجه الجائزة عليه. تعالوا ناخد كل واحدة على حدة. هذا العالم وجد في زمان دون ما، 5 مليار سنة، 20 مليار، 300 مليار، أيا كان. في الآخر ليه مش 301 مليار؟ ليه مش 340؟ أي لحظة ترجح فيها جانب الوجود على جانب العدم، أو زمان الوجود على زمن العدم، فهي متساوية. وقوع الألم في اللحظة دي دلوقتي، أو إن أنا أفضل ماسكه ما وقعهوش، متساوي عقلا. فوجد في زمان دون ما، ووجد في جهة دون ما. اشمعنى المريخ بعد الشمس مش قبل الشمس؟ او يعني بعدنا، يعني واقف على نصيتنا، مش قبلنا، مش اقرب للشمس. فهنا في، طب ما احنا موجودين اجسام اهي، وجدت هذه الاجسام برتبة معينة، قانون الجاذبية. طيب برضو تمادى، انسى اي قانون سببية حقيقي في ذهنك، كمل ما تقفش عنده. وهذا القانون لما تراجح، لما وجد على هذه التركيبة ولم يوجد على هذه التركيبة، لما وجد الجسم ليه كتلة وما وجدش بهيئة مختلفة، وإلى آخر هذه الأشياء. ثم وجد بجهة ما وفي زمان ما وبهيئة ما. رأسك مدورة مش مثلثة، أنت بإيدين مش بثلاث رجلين، وهكذا. درجة الحرارة اللي بتعيش فيها 37 ولا مش عارف كام. كل الأشياء تأملها كده حتى نلاقيها كلها متساوية عقلا. كون انك انت فهمت الجينات وفهمت خريطه الدي ان ايه، كل ده برضه سلسله الايه؟ الاسباب. مدها لابد لها من مرجح في الاخر يضعها على هذا القانون دون ايه؟ دون غيره. فلو كانت هذه الازمنه وهذه الجهات وهذه الهيئات متساويه للزم منها الترجيح بلا ايه؟ بلا مرجح. فالمرجح هنا نسميه اراده، لأن اجتماع أثرين على مؤثر واحد محال. الإرادة هنا صفة بتخصص، ما أنت عايز توجد إيه العلاقة ما بين الموجد دوت، إن هو مش مجرد، ما معنى الإيجاد؟ بدأنا نحلل إيه معنى الإيجاد. فمعنى الإيجاد هو الإخراج إلى الوجود، إنشاء الوجود، بلاش إخراج ديت عشان ما تتصورش إن هو كان موجود قبل كده، إنشاء الوجود، إظهار الوجود، ابتداء الوجود أحسن، ماشي. فلما حصل معنى كده تأتى الوجود. يعني ايه حصل؟ الوجود بالفعل، حصول الوجود ده هو ما نعبر عنه بالقدره، وهي تأتي الايجاد. فانا لو حاولت دلوقتي اوجد لكم فرخه
مش هعرف مش عارف تمام ليه لا يتأتى مني القدرة لكن ممكن يتأتى مني الشربطة فأنا قادر على الكتابة ولست قادرا على إيجاد فرخة الآن من العدم هتكتشف أن أنا لا قادر على الكتابة الأميلة بس هي بس مشوها فالقدرة هي ما يتأتى منه الوجود يبقى طالما فيه ما معنى أن أنا انتهيت إلى أن هناك موجد ما معنى كلمة موجد يتأتى منه الوجود ومعنى التأتي هو القدرة وهذا التأتي يتم على جهة وصفة ومرجحات دون غيرها وهذا ما أعبر عنه بالإرادة والقدرة غير الإرادة فأنا أريد أنا قادر على الكتابة أكتب بقى بالأسود ولا بالأخضر الإرادة واختلاف الأثر دليل على اختلاف الإيه المؤثر فالتخصيص الممكن ببعض أوجهه بنسميه إرادة وتأتي الممكن للوجود بنسميه إيه قدرة الجمهور بقى بيقول هو إعدامه برضه الغزالي قال لك لا ما فيش حاجة اسمها إعدام أصلا هو الإعدام هو إيه عدم الإيجاد فبالتالي قال لك فأنت ممكن وفي كل لحظة أنت ممكن ففي كل لحظة أنت يتجدد عليك الإيجاد لأنك بطبعك لا تزال مفتقرا تمام هذا معنى إمساك السماوات والأرض أن تزول فهو مش شغل الزنبلك وأوجد الوجود بل هو في كل لحظة يجدد الوجود على هذا الوجود ولو منع الإيجاد عنك في اللحظة الثانية لأن عدمت لأن لا بقاء لك بذاتك فعشان كده الإمام الغزالي قال ما فيش حاجة اسمها الإعدام الإعدام هو عدم الإيجاد فعشان كده عنده القدرة متعلقة هو فقط الإيه؟ الإيجاد غيره قال لك لا في حاجة اسمها الإعدام تفصيلة ممكن تبيننا وإحنا بقى بنقرأ المتن فبرضو إنه إن الصفة يتأتى بها إيجاد الممكن أو إعدامه على وفق الإيه؟ الإرادة القدرة صفة يتأتى بها إيجاد الممكن وإعدامه على وفق الإيه؟ الإرادة قالوا ويلزم منه أن يكون عالما ما معنى العلم؟ هو انكشاف المعلوم انكشاف الايه؟ المعلوم ما معنى المعلوم؟ ما من شأنه أن يعلم كل طيب ما هو من شأنه أن يعلم؟ هو طبعا تعريف العلم عسير لأنه بدهي برضه سواء بقى كانت هذه المعلومات أشياء ستحدث في المستقبل أو أشياء حاصلة بالفعل فما من شأنه أن يعلم؟ الموجودات سواء موجودات افتراضية أو سواء حصل بالفعل أو حصلت وانقضت فديت إيه؟ معلومات الانكشاف هو ظهورها في النفس إحنا بنفهم إزاي؟ بنفهم اللغة إزاي؟ وبنتعقل المعاني إحنا بنفكر هذه العقل نتعقل المعنى وبعد كده نبدأ نثبته وننزع عنه إيه؟ إشكالات فالعلم هو في الشاهد بتاعنا هو انكشاف الإيه؟ المعلوم كون ان هو في الشاهد يتوقف على سبط جهل يحتمل الخطأ متفاوت قوة وضعفا بعضهم يسميه ظني وبعضهم يسميه قطعي استدلالي دائما كل دوت صفات خاصة بيك لكن حقيقة العلم النهائية هي الايه هي الانكشاف فبنقول ان الإرادة لا تتم الا بعلم لان الإرادة هي تخصيص الممكن بأحد الأوجه ومعنى التخصيص هو اختيار أحد الاحتمالات ومعنى الاختيار هو حصول انكشاف للمختار وإلا وقوع الشيء عبثا أو صدق أو يعني بلا ترجيح فده بنسميه لا نسميه اختيارا في الشاهد بنسميه صدفة لما مثلا مديت ايدي طلع القلم برتقالي طلع القلم برتقالي هنا أنا لم أختر البرتقالي طيب هل في الحقيقة توجد صدفة؟ هو في مرجحات ولكن هنا بلحاظ إرادتي اعتبرت أن إرادتي ما كانش هي المرجحة واضح؟ لكن في مرجحات أخرى أنا بجهلها فبعبر عنها بمفهوم الإيه؟ الصدفة اللي هي إيه؟ امتداد إيدي ستريتش بتاعت عضلتي مكان الشيء وهكذا مجموعة حاجات لما برمي الظهر وبيسقط على أحد أوجهه في مجموعة مرجحات من الهواء والمقاومة وقوة الدفع وحركة الدفع واتجاهها والجاذبية وقع على إيه؟
على احد اوجهه ولا ادري لما وقع على هذا لان انا مش ملاحظ كل سلسله الاسباب ديت المرجحات فبسميها ايه ضربه حظ او صدفه. اذا لو ما كانتش هذه الاشياء حصلت الهواء والجاذبيه والقوه هيلزم منها الترجيح بلا ايه بلا مراجعه. فبالتالي برضو من المغالطات ان انا ادعي ان في حاجه اسمها ايه صدفه. الصدفه هي نوع من الاسباب مجهول بس مش اكتر. ماشي. فمعنى الاختيار ان هو مرجح، ومعنى الترجيح هو قصد المرجوح الذهاب، القصد الراجح الذهاب، اختيار تحديده ذهاب النفس اليه. معنى ذهاب النفس اليه هو انكشافه لها، ومعنى انكشافه لها هو علمها به، ومعنى علمها به انه عالم انكشفت له الايه المرادات، وانكشفت له غير المرادات لانها كلها معلومات والاشياء متساويه. كل ما من شأنها ان يعلم يبقى طالما هو تعلق علمه بشيء فهو عالم بجميع الايه الاشياء، وهنوضحها اكثر واحنا بنقرا المادة. اذا فبنقول ان موجد هذا العالم قديم، ضروره قطع التسلسل، قديم انتجت لنا باقي وواجب الوجود، قادر مريد عالم، قادر لان هذا الوجود وجد فبالتالي دل على قدرته، ووجد على هيئه فدل على ارادته، والهيئه او الاراده دلت على ايه؟ على العلم، لان ما يختار لا يكون الا معلوم، وهذا ما نسميه بمعنى اله. معنى اله، فالاله عندنا هو الموجود القديم القادر العالم المريد. هل هذا الاله بقى يرحم ولا لا يرحم؟ هيحاسبنا ولا مش هيحاسبنا؟ هيريدنا مؤمنين ولا عايزنا نخش النار؟ كل دي قضايا لا تتعارض مع مفهوم الاله. دي الصفات الاساسيه اللي بنفهم بيها معنى الالوهيه. ويبقى ما وراء ذلك متوقف على مبادئ العقليه طبعا، ما ينفعش بعد كده نعتقد شيء محال عقلي على الاله. وفي نفس الوقت هنشوف بقى ان في حاجات كتيره يجوز ان يتصف بها او لا يتصف بها، مش بمعنى انها صفه جائزه، لانه لو بقت له صفه واحده جائزه بقى حادث، لان الموصوف لا ينفك عن الايه؟ عن الصفه والصفه الحادثه والممكنات حادثه، وانما هنجد ان دائره الامكان بتقع دائما في دائره افعاله. في دائرة ايه افعال، عشان كده بنفهم ان الرحمة هي صفة فعل وليست صفة ايه ذات، لاننا لا إله بيرحم ولا يرحم، وهنفهم مفهوم الرحمة المرة الجاية والكلام ده كله. فأيا كان بقى الإله ده هتحبه مش هتحبه، هتتعلق بيه مش هتتعلق بيه، أنت مفتقر إليه، وهو حقيقة ثابتة شئت أم أبيت، وهو موصوف بهذه الايه الصفات كحقائق ثابتة. ولكن في نفس الوقت بننزهه عن ايه؟ عن الجسميه، بننزهه عن الحركه والسكون، وبننزهه عن التحيز، وبننزهه عن كل صفات الحوادث، لانه لو كان مثلها لو اتصف بالجسميه لكان حادثا. طب ما ورد في الشرع من الظواهر المشهره بانه في السماء وانه ينزل ويتحرك ويذهب وياتي، هذا ما نسميه بالمتشابه اللي هياتي الكلام عليه بالتفصيل، لكن عقلا لا يصح اثباته على ظاهره، لان ما معنى ظاهره؟ تحيز على طول للجسمين. فشيء من الاثنين، اما ان تقول ان تكون قائلا بدلاله العقل واما لا. فلو لا تعال بقى نتكلم ما الدليل على وجود ربنا؟ هتقول لي الفطره. مش هيبقى عندك اي دليل اخر على وجود ربنا سوى الفطره. طيب ما فطرة؟ ما الفطرة؟ هل فطرتي ولا فطرة المسيحي ولا فطرة البوذي ولا فطرة الوثني؟ هيقول فطرتي أنا بلطجة كده. طب ما التاني بيقول لك وأنا فطرتي إن الإله كذا، هيقول لك لا أنت مكابر. ده اللي بيحترم نفسه عشان ما يتناقضش. طيب لو بتقول بدلالة العقل يبقى تصور إنك أنت تقول بدلالة العقل ثم ترجع وتدعي الجسمية على الإله بالمعنى دوت تناقض، بتبطل حاجه انت اثبتها ابتداء. طيب هل الحقائق بتنتزع من الالفاظ؟ وهل القران بينتزع
بناخذ منه الادله العقليه، بناخذ منه الصفات على ظاهرها كده، ولا انت تقرا دائما وانت مستصحب عقلك؟ ما انت لو بتقرا وانت غير مستصحب عقلك هتبقى مجنون، وهو معكم اينما كنتم. خدها على ظاهرها كده، ما هو هتقضيها لغه، لغه بس من غير عقل، وهو معكم اينما كنتم. ظاهرها ايه؟ انه معانا دلوقتي ومع اهلكم، اهلكم في البيت وفي كل مكان. هل هذا عقلا يقول به عقل اصلا؟ لا، احنا بننزه الله اصلا عن المكان، المكان ليس من شأنه، هو منزه عن معنى المكانين. فاذا انت مستصحب العقل وانت تقرا الكلام، لما اجي اقول لك مثلا وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى، ده نفي واثبات. لو انت مش عقلك شغال هتبقى بتردد كلمات لا معنى لها، فهنا في نفي واثبات، في تناقض، فلا بد ان تفك جهه التناقض وتبين ان المنفي غير المنفي غير المثبت، والا هيلزم منه انك انت بتقرا القران كاحمق. القران كله عندك عباره عن الف لام ميم، عن معاني الفاظ لا معنى لها. إذن فتصور أصلا أن القرآن يفهم بلا عقل نوع من الجنون، هيلزم منه أن كل حاجة جائزة وكل حاجة ممكنة وكل حاجة على ظاهرها، ويلزم منه اعتقادات لا طاقة لك بها لو تعمل. بل أصلا دعوة أن اللغة معنى غير معقول هو مصادر على المطلوب. يعني إيه مصادر على المطلوب؟ اللغة هي أداة التفاهم. ما معنى التفاهم؟ ما معنى أن أنا بكلمك؟ أنك تتعقل شيئا مني. معنى التعقل إيه؟ أن في إدراك بيحصل عندك، هذا الإدراك قائم لا محالة على قانون التناقض، لأنك لا تستطيع أبدا إدراك المتناقض. فأنا لو جيت قلت لك مثلا أنا مش أنا، أنا تهت مني، تمام؟ فهنا كلمة أنا مش أنا ديت لو خدتها على ظاهرها يبقى أنت مجنون وأنا مجنون. أو ليه؟ وإنما دائما مستني إن في حاجة إيه؟ هتتنفي أخرى. كناية عن التيه، كناية عن إن أنا اتغيرت، إن أنا الأولانية المثبتة غير أنا الثانية. ليه الغيرية دي ضرورية في الإثبات في الكلام؟ علشان أفهمك، لأن ما ينفعش تثبت وتنفي. علشان كده مش عايزين نخش في الأصول يعني. مثلا لما يجي يقول لي الحديث إنما الأعمال بالنيات، في مقدر هنا لابد في الآية في الحديث. ليه؟ لأن أنا هو رميت القلم بلا نية، طبعا كانت ليا نية طبعا، ولكن فالحديث بيقول لا أعمال. طب ما العمل حصل، ما أنا صليت من غير نية، أهو دخلت السرحان وصليت، فالعمل وقع. هل الواقع يرتفع؟ لا. إذا فهو إما أن ينفي حكم العمل دوت أو وصفه اللي هو برضه حكمه. علشان كده يقول لك يعني صحة الأعمال بالنيات، كمال الأعمال بالنيات. طب ليه قدرنا كده؟ ليه الأمة كلها فهمت إنما الأعمال بالنيات يعني صحة الأعمال؟ لأن الواقع لا يرتفع، والحديث بيتكلم على واقع. ما هو وما رميت إذ رميت، ما أنت رميت. يبقى هو بيتكلم عن جهة أخرى غير جهة الإيه؟ الوجود المادي، مش ده عقل. فتصور أنك تفهم القرآن وتفهم صفات الله وتفهم آيات الله وتفهم القرآن والسنة بلا عقل، حمقى واستعباط باختصار. بل أنت تفهمها بعقل، ولكن غاية ما في الأمر بعض الناس هيتوقف وهيقول والله الله أعلم بمرادي، واحد تاني هيتناقض وهيقول اه هو في السماء، يعني الاله متحيز، يعني موجود في السماء المخلوقه ديت، وهو موجود منذ الازل في السماء المخلوقه ديت. ايوه، يعني ايه اللي انت بتقوله ده؟ تعالى حاول تعتقد هذا المعتقد، هتستعبط، ده استعباط رسمي. وانما تقبله ليه؟ لانك بتحوله الى مبهم. فتحويله الى مبهم سهل، بتحوله كده الى سين وانا معتقد ان انا في السماء. ايوه، يعني ايه السماء بقى؟ المخلوقة ديت، الحيز دوت، المكان دوت، قبل أن يوجد في هذه السنة. اسأل الأسئلة دي،
وكل العقائد الوثنية والتي تشرك مع الإله إلها هتلاقيها بتلعب هذه اللعبة. حول المفهوم إلى مفهوم مبهم وردده، يقول هو شيء وراء طور العقل. ما هو لو الإله وراء طور العقل بقى كلنا نقفل وكل الأدين صح وكل الأدين غلط وتتساوى الناس، ما المرجح؟ دين أبائك سيدنا محمد أجمل من سيدنا عيسى مثلا، إيه السخيفة دي؟ لابد من وجود دليل يرجح هذه الأشياء. فيبقى هنا هنتكلم فيها بالتفصيل بقى مذاهب السلف، وإما هي حقيقة مذاهب السلف لما نأتي عند المتشابهات. فصل حملي عقد الإمام السنوسي في الإمام. إذن فالإله عندنا هو القديم المنزه عن الجسمية والمنزه عن المكانية والمنزه عن الحركة، وهذه كلها مجازات أو صفات مفوضة المعنى إلى الله مع نفي المعاني هذه. يعني في الآخر ممكن أقول له صفة اسمه أنه موصوف بالنزول في النصف الأخر، ولكن هذا النزول ليس تحركا ولا انتقالا. ما هو إيه يقول ما أعرفش، هو كأني حولتها إلى ألف لام ميم، ما عنديش إشكال في كده، تقول الله أعلم بمراده، لكن هو ليس بإيه بحركة وانتقال من حيز إلى حيز، لأن ليس من شأنه الإيه التحيز ولا من شأنه المكان ولا من شأنه الإيه الجسم. وبذلك نكون توقفنا عند نقطة البدء وهي إثبات وجود الإله. نبدأ المرة الجاية إن شاء الله يكون كتاب الطبع وتلاقوه في المكتبات، فنبدأ نقرأ هتلاقوا تلخيص للي احنا قريناه ده كله ونبدأ فيه ونكمل بقى بعد كده. فهل معنى كده ان احنا خلصنا الكلام على الإله وصفات الإله؟ اطلاقا لسه، ولكن احنا أثبتنا وجود إله لهذا الوجود وخالق لهذا. معنى القديم ان هو ينتفي عنه العدم السابق، معنى انتفى عنه العدم السابق ان هو ترجحه من ذاته، معنى ان ترجحه من ذاته ان هو لا يقبل العدم، لان ما معنى الترجح الذاتي؟ وجود عدم احتياجه الى مرجح، معنى عدم احتياجه الى مرجح ان هو من ذاته، فما كان من ذاته لا ينفك عن الذات، فبالتالي يبقى قدم وبقاء، نفي عدم يبقى عدمت معنى الوجود ان هو لا يحتمل العدم سواء في السابق أو في اللاحق، يعني واجب الوجود. اشرح لي ماذا تقصد لو قلت في حركة بين المكان، قل لي بس ماذا دعا. صح انت اللي بتردع، ينفع ما اعرفش، ممكن ينفع لو انت شرحت لي ماذا تقصد بالحركه. حكمنا استحاله التسلسل الى ما لا بدايه، ايه معنى التسلسل ده في الاول؟ مش فاهم السؤال. يعني اولا عالم اللي انا فيه دلوقتي في عالم ده انشاء، عندي شركه مهم في الاخر، في الاخر سواء بقى توسط عوالم كتيرة ولا مشاضيات، لأن كل ده بحث في سلسلة الأسباب. أنا مش اختصاصي البحث في سلسلة الأسباب، بحث اختصاصي البحث في السبب الأول. نعم؟ في المطوعة فيه مش مشكلة، بس كل ده في الآخر هنرجع إلى واحد، ده اللي يهمني، ده شغل فيزياء ده مين؟ ما عنديش مشكلة إن العالم ده كله يكون موجود 50,000 صورة قبل كده، كل ده ما عنديش مشكلة. نعم. مش قلة وجوده، يعني هو وجوده ذاتي، يعني وجوده من ذاته، يعني ما اصلا ده التساهل في العبارة، احنا مش قادرين نتكلم عن الواجب اكتر من كده. فكأن الوجود لو تصورنا شيئا زائدا عن الذات فهو من الذات، ده مش معنى السببية، لان دي مش سببية في الحقيقة، هي دي اقصى ما يمكن التعبير عنه عند نفي السببية. هحاول اشرحها برضه. ماشي، ايه تاني؟ معلش، هو احنا ازاي اثبتنا ان المكان ممكن؟ مش اثبتنا ان المكان ممكن ان هو مفهوم المكان هو ايه؟ الحيز اللي بيشغله الجسم. ولو هو مفيش حاجه بتشغله هو كده، مفيش مكان اصلا، لو مفيش اجسام مفيش مكان.